مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطة. صاحبك؟ اه كمال صديق جديد. معاكوا في الجامعة؟ هو لحد امبارح كنت في كلية الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكلية اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحدة من عيلة بستين نيلة زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش امسحيها فيا انا ست ساندي. حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بغم. الله مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا. سلام عليكم. انا اسف حقك عليا. ما تزعليش انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي اشربي عشان تنسي. يا دادا سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على أي حال مش وقته. المهم إنها لازم تستريح شوية. عن إذنكم. إذنك معاك يا دكتور. مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال. حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشرده. كان هيضيع حالي في شربة ميه الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيره برضه لكن انا هعرف اربيه واربي اهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواع مختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ التايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذه يا دكتور. تعال هنا يا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شرده. انا يا معلمي. اوعى الف اوعى الف وهو تعال يا اخويا تعال يا اخويا كلم المعلم. اوعى على ايدك اوعى يا معلم. انا يا ولد يا ولد. ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ وانا في بيتكم هنا. انا في مركز الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي بقى. اوعى سيب ايدك سيب ايدك سيب ايدك. ايه يا كمال ده؟ مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يوميه. انما مش غريبه؟ ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس. دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكليه اهو وصل سبع البرومه. اهلا يا نهار. مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني. اصلك وحشته قوي واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي دي الحكايه فيها ايه النبأ؟ سايق اللي فيها شرف من ناحيه ومن ناحيه تانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل مسيله للدموع بالليل؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعتلك الاجريه يا نهار. انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟
عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوعى من سكته. طيب خش فرده وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضرة المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها؟ ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه اختي، جاي يخطب بنتي، واخرة المتمة اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شردة. ماشي يا معلمي. اوعى استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت. انا لما شفتك جيت جبت البوليس. فضل عالظابط. ده يتهجم علينا بيه؟ ده يضربني هو الناس اللي معاه، وتعرض لي قبل كده في الكلية. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا يا حضرة الظابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان. انا اللي ابني مش متربي. يا بابا امشي اخرج بره. انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شل. يلا رجالة. عن اذنك يا حضرة الظابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضرة الظابط. مع السلامة يا فندم. ايه ده؟ مالك يا انهار؟ مفيش حاجة، عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج بره البيت. بره 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 بره. يلا عجبك كده يا سي شردة؟ الحقيقه معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش اكتر مني يا ده شردة. على قدك انا كنت ناوي اشفي غليلي لولا ابوه. كلنا بقى. انت كلت من الاونطه دي يا معلمي ولا ايه؟ لو انت فاكر صحيح ان ابوه ما يعرفش بالخطوبه وانه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تاذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصه يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الامر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلمي. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، او بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شويه ابو كمال. عليا النعمه، كان في جره وطلع لبره. بس يا بنت اخرس. الله اكبر يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلى على النبي وبلاش تجيب سيره المركز دي يا دكتور. مبقاش انت غيرك يا سباك راح تتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ احفظ مركزك كده. لا 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 لا، وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك هو. الله والله العظيم اجيب بنافيلا وانزل فيكوا تكسير. بس غلط هو. ما قدامك واس خميس، انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني حقك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك؟ الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا التلاتة المتعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكلة قد كده اهو. انت اللي ميت فل، مكسب وعز وفرفاشة والوقت وقتك. ده بيتهيألكوا. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك؟ ليه؟
انت بتحس زينا؟ وانت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط، انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، بتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول واعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقول لك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بثلاثة أربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور، صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. سلام كده يا هادي، عشان سند الجامعة. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه. افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي، ها؟ خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ بصراحة بقى لا. ولا انا. ولا انت؟ اه. ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي؟ لازم البني ادم يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطه دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينه الكهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ طب وسمعتنا يا خميس؟ سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعه. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وايه السطح؟ يلا يلا اتبلع السطوح. انا اسف والله يا عبد الصمد افندي يا اخويا، لكن انت عارف ده شغلنا ودي مسؤوليه. ايه في ايه؟ انا مضطر احجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبه البيت انهار السيد متولي طالبه الحجز. انهار ده احنا كويسين قوي مع بعض. والله انا لو معايا فلوس ما كنتش اتاخر. لا لا يا حاج باش محضر، وانت ذنبك ايه؟ اتفضل احجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق ابدا. يوهو كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى قاعد، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عماتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلاح على ابوه وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عمتي انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس؟ انا خايف لا يلاقونا. ادي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهره 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازاي؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفه المكواجي اللي في الحاره دلنا على الاستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك انك لازم تيجي الكليه. ايوه بس حوري وشي للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا؟ وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء، ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت وابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستأذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابصلك. طب سلامه يا ابو كمال. انا جاي معاك ابصلك. كمال خميس اهلا يا دمداني. اما جبت حته حشيش يا خلاص ايه؟ خالص. ايه مين دول المخبرين؟ لا لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. اما جبت حته حشيشه. مع السلامه يا ابراهيم. مع السلامه يا سالم. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ وادي يا كمال. وادي يا كمال، حضرتك بتندي عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يعني. الحقوا رجاله الحقوا رجاله. اجري انا شوف مين اللي قتله.
طالبه فيهم؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش امتى؟ مات! مات قتيل! مات فطيس! تقدر تستلمه من مشرحة؟ كمال! كمال اخويا كمال! والله العظيم لا تقبل ومشرحه! يا خميس! مين؟ خميس! مين؟ تعالى! تعالى يا خميس! تعالى يا خميس! تعال. هو ده العبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي انت كمان؟ انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال، كمال صاحبي، كمال، كمال ازاي كمال؟ ازاي؟ انت ولا انت المرة؟ تعالي هند. دي عاملة تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده. انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثة امبارح ومات. متأسفة؟ تموتيه وتقولي متأسفة؟ فضل عندهم! فضل! عملوها فيك الأندال؟ والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. انت لو تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعدك روح، هستنى لما يخلص عليا، بس ما فوقله. بس بس اخوة، بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامة ان شاء الله يا ست مولا. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكلية. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكلية دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويلة اللي قضيتها في الكلية تضيع علي هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروح الكلية وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل، انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطه. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكليه. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه يا فندم موجود، عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. مين؟ افتح. طب ما تشخطش. انت خميس؟ تقريبا. انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمه. تعالى معانا لقمة بس. اتفضل. انسى اللي فات، انا عايزك تنتظم في دروسك زي الاول. ان شاء الله يا دكتور. طيب مع السلامه. مع السلامه. نورة كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، انا ما كنتش مصدق ان انا هلاقيك. ابعد عني. نعم ابعد عني دلوقتي لحسن سواء واخد بالي. انا هرمي لك ورقه وبعد شويه وطي خدها. ها انا بحب. تعالى معانا، مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا. حضرتك مين؟ لارزة فرنجي. لارزة فرنجي؟ طب وهتقبض عليا ليه؟ مش عايز كلام، كله قاعد في حاله. ما تعطلش وقتنا وتعالى معانا. سكوا يا عسكري. طب بس في ورقه وقعت مني هاخدها. اتفضل. ما تزقش. ما تزق ليه؟
كمان. مين؟ أنا خميس. خميس مين؟ خميس صاحبك هلا. أنا مش شايف حاجة. تعال أخش يمينك وتعال. خميس؟ خميس؟ ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي أنا هاني. ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي أنا خميس. ازيك يا هاني؟ إيه اللي جمع صحبتنا كده؟ البيت يا سيدي فتن علينا. ونعمل إيه بس؟ فجأة لقيت البوس عندي في البيت، والظابط بيقول لي مين اللي كان معاك ليلة السهر؟ وأنا ما أعرفش غيرك أنت وخميس. الظاهر إن السند قالت لهم عليا. طب كنت تخلص وما تقولش. عامل ابن ناس يا ابن ال خميس. اخلص. كلم البيع عدل. اوعى تجيب سيرة عزوز والدندنة في التحقيق ليسحبوهم. تعالى ده أنت أهو. إيه ده؟ يتكلم مين العسكري ده؟ عايزنا إحنا؟ أيوه أنت. طب مين التحية يلا. زق ده. إيه ده؟ يلا. ده. لما تجيب كده. بابا. كده يا هاني ايه الاعمال البطاله عملتها دي؟ نمت على البوش يا بابا. معلش معلش. انما ايه اللي جاب حضرتك فجاه؟ هم قالوا لك في اسكندريه ولا ايه؟ لا اصلا انا كنت بايت بره. ها؟ لاني اتخانقت خناقه كبيره جدا مع ست والدتك. ليه بس؟ انا خلاص هطلقها. يا عم تطلع مين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخلينا في الهباب اللي احنا فيه ده. ما تتكلم بس هاني خلينا نروح بودنا. انا هشرح لسيادتك. عشت الفتره الاخيره ايام عصيبه يجب ان نتزوج وليكن ما يكون، فمن غير المعقول ألا نملك إرادتنا بأيدينا نحن المثقفين البالغين سن الرشد. انقذني مما أنا فيه. نورة. يا نهار أبوك أسود، عايزة تتجوزه من ورايا؟ ده نقتلها وقتله. وده كلام يا معلمي، أنا محضر اللي هيأذي الواد. لا أنا لو أذيته هتحب أكتر. ومين قال إن أنا هأذي الواد يا معلمي؟ ما أنا هأذي أبوه، وبالطريقة دي الواد يتلبخ مع أبوه ويبعد عننا.